جميلة. خلنا نشوف هذا المقطع الجميل بعودة محمد الفيت ونرجع لكم بعد هذه المقطع الجميل. شكرا. قلد ضحكة الفيت. لا تطلع لك كادر. لا تطلع لك كادر شوي. تمام. ايه يلا قول. ارحب. هذا لا يا حلو. خليك معي. يا طبل خليك معي. لا اله الا الله. خلي. المهم. يا عبد الكريم شوي عشان الشيف بصور الشيف. يلا قول يلا. طيب يا اخوي يلا. ايه اتعرفون ما هي شوي بس وجبه شفته شفته هذا من سيبو. والله بصراحة يعني احنا تفاجأنا زي ما تفاجأ المتسابقين صراحة. يعني فجأة صراحة فجعنا. ايش رأيك بالمفاجأة؟ يبدو ان المصور اللي وراء الكاميرا عبارة عن فلتر يتغير فجأة، عرفت؟ اي ما انتبهوا. يختفي واحد يجي واحد كذا. لا انا وضحتها ابو راشد امس انه شباب عندهم ديلي. فما طلعت اللقطة بعيونهم الا بعد صح دقيقة. لكن والله الحمد لله على رجوع الفهد. الحمد لله والله انها نعمة كبيرة ترى. وما يشعر بها إلا من فقدها. ليش لهالدرجة كان الشيف ما هو مؤدي؟ لا مؤدي، لكن الفهيد في النهاية يعني من يسد فراغ الفهيد؟ اسم يعني شيء عظيم يعني. فالحمد لله والله العظيم أني أمتن لله عز وجل الحمد لله على هذا العودة، وأرجو أن يستمر وأن يبقى على يعني نفسية متماسكة وكذا إلى آخر البرنامج بإذن الله. هو اللي سمعت أنه سبب رجوع أنه قدر تسلف من أحد. إيه تسلف؟ إيه لأنه غطى النقص اللي في الراتب. اي احسنت. وقدر قدر يسدد ديون الحلاق وجاء. لا بس هذا بيوضح في اخر الشهر، بيسمع في اخر الشهر نقص الراتب. لا لانه كان رابط الحلاق في الكرسي، حلق وتذكر انه ما جاء الراتب. فتوى فك امس يعني. الحمد لله. الحمد لله تيسرت اموره والحمد لله على السلامه. بس اللي تفاجات فيه برضو انه الشباب تفاجئوا لدرجه انه من قوه المفاجاه سالم بن عبيد سوى حركه خفه وطلع الفقاقيع دي. ايه صح. يعني كيف جت عند سالم كذا سبحان الله. هي فلاتر ايضا في الجيب تجي. اي صح خاصيه وزي البوكيمونات يعني تطلع تحط تدخل اعدادات تغير. لكن والله احسرني شو اسمها هذه اللي تنتثر طاعه. انا عارف اسمها كذا ما ادري. انا احسرني انها جت على الكيكه. ايه وجت على شعر الفهيد وكذا. والله مشكله. إيه الاوراق الملونه المتطايره هذه. ارجو كيف شفت الرجعه ابو فيف؟ هل عرفت اليوم احنا في اليوم 66 يعني هو رجع واحتفلنا وكذا، هل عرفت سبب غيابه؟ لا هو شوف انا يعني اللهم لك الحمد لا ادعي ذلك، ولكن يبدو لي ان انا رجل اقرا الملامح. شبحه عيون الفهيد لو تلاحظ هنا الجفن يا اخوان الجفن شبحه. اي شبحه يعني يا شبحه يا ثمانيه على حسب. اقسم بالله بناء حبيبي والله. لا بد يكون في اسقاط لان نعيش الريلتي. نترك هؤلاء المسابقين يغادرون خارج الله. الله يعطيك. لا بس ما كنت بمشي لك حقه الاولى. ايه ما اقول لك ما شاء الله. واضح من ملامح عيون الفهيد انه كان يعاني من ضغوطات نفسيه، فلعل السفره هذه يعني براجع فيها حسابات. ولكنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله راجع حساباته ورجع لنا يعني. والله اتوقع مثل ما قال براشد كيف نقدر نكمل البرنامج؟ احنا ما عرفنا ترى على فكره سبب الروحه ولا عرفنا سبب الرجع يعني الى الان ما ندري. وكيف راح كيف رجع يعني سبحان الله الروحه ورجع زي الفهيد بالضبط ما مفهومه يعني يدخلك ولا عرفنا سبب احتفاليه المتسابقين بالفهيد كذا بالضبط. بس الله يوفقه. وعموما رجعه جميله. آمين. واحنا سعيدين جدا برجعه الفهيد، سعيدين ايضا بتالق المتسابقين الرائعين حقيقه. وجمهورنا العزيز انتم مقبلين ان شاء الله الفتره القادمه على اسابيع غير مفهومة من فقرة أمامي، لأنه عاد الفهيد فعادت لخبطة الفقرة. يعني حنشوف قواعد جديدة إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم. سمت. وهذا ما نأمله حقيقة. هو أول سؤال سأل للشيف أنت. ايه؟ سويت مسابقة ناوي يضيف على طول يحط لمساته السحرية على الفقرة. ياسر يرطل 6000 سالفة وسيد أحسنت. أنت تفهمني ولا تسلك لي؟ طبعا أفهمك يا أبو لتين. بس يمكن اللي قال الكلام ده ما فهم، هو اللي ما فهم عرفت. والله ما اتوقع اني اسلك. الله يعطيك العافيه. طيب احنا مبدئيا كذا دام احنا بدينا مبادرات جميله امور لطيفه، ممكن تجيبوا لي بس الويندو كاميرا على الشباب. الله يعطيكم العافيه. كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله بخير. ماني سامع صوتهم. الشباب بخير؟ احنا بخير
خير. ما شاء